السلام عليكم ورحمه الله. رجعت لكم بوصفه جلاس او اسكيمو جديده. اليوم عملتها بالبرتقال. بطنجره حطيت كوبين مي، ثلث كوب من السكر، وربع كوب من بودره عصير البرتقال. اي ماركه متوفره عندكم. ذوبتهم مع بعض. لتعزيز النكهه حطيت ذره من بودره قشور البرتقال اللي نزلت لكم اياها برمضان. الرابط ان شاء الله حيكون اسفل الفيديو. بس اول شيء صفيتها، بدي البودرة تكون ناعمة جدا والعصير يكون ناعم وما في أي قطع خشنة. بصحن ذوبت ملعقة نشا مع ربع كوب مي وضفتهم للخليط. بعدين برفعه على النار وبغليه لدقيقتين. بعدين بخليه يبرد بحرارة المطبخ وبصبه بعلبة أو بصحن. بفرزه 4 ساعات. بعدين برجع بخلطه بالخلاط وبصبه بالأكواب الخاصة بالآيس كريم. بغطيهم قطعة قصدير وبثبت الأعواد وبرجعهم على الفريزر ليلة كاملة. وأكيد طبعا فيكم تعملوه بالبرتقال الطبيعي، لسه بيطلع كمان أطيب. وعشان تطلعوهم بسهولة من العلب حطوهم 10 ل 12 ثانية في المي الفاترة وبس، بيطلعوا معاكم بكل سهولة. وصحتين وألف عافية. انتظروني بوصفات حلوة. إلى اللقاء.